زهر العراق نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية. نحن بجهة وادي الذهب القويرة نعتبر بأن تنظيم المنتدى الدولي كرونس مونتانا بالحقيقة هو يشكل أكثر من دلالة، وهو كذلك يشكل محطة أساسية لتقييم وتشخيص المؤهلات التنموية والاقتصادية التي تسخر بها جهة وادي الذهب القويرة خصوصا والمملكة المغربية عموما ضمن القارة الإفريقية، ويشكل كذلك فرصة من أجل اقتراح مجموعة من الحلول والتوصيات من أجل الرقي بقطاع التنمو بهذه الجهة، ومن أجل كذلك تثمين الموارد الطبيعية اللي عندها صلة بالاقتصاد المغربي بصفة عامة. طبيعة الحال يعني المحور اللي تم اختياره التعاون جنوب، طبعا يأتي في إطار استثمار العلاقات الإيجابية والشراكة جنوب اللي تربطها المملكة المغربية مع مجموعة من الدول الإفريقية بفضل السياسة الرشيدة لجلالة الملك اللي حرص أكثر من مرة على ربط شراكات متعددة اقتصادية واجتماعية مع الدول الإفريقية في إطار تعزيز الامتداد الإفريقي لنا كمملكة كبيرة. فرح كبير بمناسبة اختتام فعالية منتدى كرونس مونتانا اللي حقيقة شرف مدينة الداخل وشرف المملكة المغربية، وأعتقد أنه إن شاء الله سيكون مناسبة إن شاء الله للمساهمة في تنمية أفريقيا إن شاء الله عبر البوابة ديال المغرب إن شاء الله والداخل كذلك، التي تسخر مؤهلات اقتصادية واجتماعية. واليوم كان حدث كبير اللي الحمد لله كل شيء الحمد لله ساهم في إنجاحه إن شاء الله مدينة الداخلة، وكان هذا شرف كبير الحمد لله، وتضافر جهود كذلك الحمد لله اللي مكنت من هذا تنظيم هذا الملتقى ونجاحه، واللي هو حلقة بارزة الحمد لله اليوم، واللي الحمد لله جميع العالم كله الحمد لله يشهد على نجاحه إن شاء الله، وإمكانيات الحمد لله تحققت، ونتمنى أنه يكون فرصة مناسبة إن شاء الله لتنمية هذا الملتقى إن شاء الله، أنه أولا يكون كذلك مناسبة إن شاء الله لجلب الاستثمارات، لأنه هذا الحدث الكبير اللي عالمي عرف المنطقة وعرف كذلك بالجهود للتنمية وكذلك الحمد لله الاستقرار اللي تنعم به الحمد لله، إمكانيات الاقتصاد والاجتماعي توفر عليها الجهة، وهذا كله كذلك لبنى إن شاء الله نجذب الاستثمارات إن شاء الله وإنجاز مشاريع مهمة إن شاء الله ستعود بالنفع على المنطقة وعلى أفريقيا بصفة عامة.